هدية عيد الأم في ناس فكرت فيها وفي ناس لسه ما فكرتش فيها، وفي ناس تقول لك تورتايا بقى ونروح ونحتفل وكده، وفي ناس تقعد من قبلها بشهر تفكر فيها وساعات أكتر من شهر كمان. في ناس بتشوفها مهمة، في ناس بتشوفها المهم المعاملة الكويسة وإنك كل يوم تعاملها كملكة الحقيقة، مش بس كأم. في أجوبة وحاجات كتير قوي. تعالوا نشوف مع بعض كده بعض الناس اللي قابلناهم في الشارع هدية عيد الأم بالنسبة لهم ممكن يكونوا شايفينها إزاي أو بيفكروا فيها إزاي. يلا بينا. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. خاتم ذهب، يعني جمعت أنا وأخواتي وجبنا لها خاتم ذهب. جبت لها جزمة. جبت لها عبية. لا لسه هجيبها، لسه يعني بقرر النهارده بالليل. بنجيب لها بوك. والله اكيد بيقولوا لي كل سنه وانت طيبه، واحنا كل يوم عندنا عيد ام. انا جبت لها بلوزه وبنطلون. سجاده. لا والله ما جبتش، بس قلت لها كل سنه وانت طيبه. ما بترضاش تخلينا نجيب حاجه بقى، ما انا يعني ساعات بتقول لي يا ابني ليه التكلفه دي، يعني كلفتي نفسك كلام من دوت. انا كفايه هم عندي، جابري والله جابري كل حاجه حلوه، وهم وعيالهم كفايه عندي. طبعا انا بنتهز الفرصه دي وبحيي امهات الشهداء، شهداء الجيش والشرطه، شهداء ثوره 25 يناير. كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وانت احلى حاجه في حياتي، بحبك يا حبيبه يا حبيبه يا حبيبه.